يا أم الشهيد ويا أبا الشهيد أن يحيى عليه السلام لم يستقر له وضع وقد ذهب هو في رعان شبابه وهو قد قام الظلم. من هذا المنطلق جهلناكم بأنكم في صفات الأنبياء في هذا الجانب. لقد منحكم الله هذا الشاب الذي لم يرمه إلا الخير ثم أخذه إليه وهو في فخره مقاوما لكل ظلم نادى بحقه في هذا البلد الظالم. يعظم لكم الأجر ونبارك لكم في نفس الوقت ونبارك لأنفسنا هذا ونخاطب هذا الشعب أننا على يقين بانتصارنا اليوم أبدا. لذا يجب الاستمرار في مطالبتنا بحقوقنا بلا كلل ولا ملل حتى ننال حقوقنا كما نرضاها. شعبنا العظيم لن تذهب دماء شهداءنا ولن نخشى الموت ما دمنا في طريق اهل البيت ما دمنا اوفياء مضحين لقاء محمد عبد الله تعالى الفرج. اذا كنا نحن نسير على نهج الامام فلن نرجع ولن نتراجع ابدا حتى ننال حقوقنا كلها. اللهم انتقم من هذا النظام عما قام به. ان شهيدنا كان مطاردا وهي احد مظلوميته وقد رحل عنا مغدورا. لذا نطالب العالم بان يكون هناك من يتصدى للتحقيق في هذه الجريمه النكراء التي لن نرتضي النظام بان يحقق بها. لقد حقق في جرائم القتل التي كان يعرفها ومنها جريمة قد شهد المؤمن إلا أنه برا القاتل. إن قضاءه قضاء ليس عادل أثبت ثلاث سنوات ومن قبلها أنه قضاء ليس عادل. لهذا نطالب بملء الفن أننا لا نرضى بقضاء هذا النظام القاتل الذي قتل أبناءنا وشرد هذا الشعب. اللهم ارحم شهداءنا وثبت لنا معهم قدم صدقنا يا رب العالمين. ونرد شعار الامام الحسين عليه السلام في وجه الظلمه. هيهات منا الذله 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 هيهات منا الذله. ونقول لام الشهيد واهله اعلموا انكم مع زينب عليه السلام ولقد صبرت وتحملت العناء فلا يكن هذا الحدث داعية للتنازل بل يكن إصرار على المضي في مطالبنا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته.